عزيزي الطالب، اقرأ معي النص قراءة صامتة. ركز معي قليلا في كلمة اللائقة. ما الجذر المعجمي لهذه الكلمة؟ أحسنت، نجد أنها من مادة ليقة. نجد في هذه الفقرة تتحدث عن حق المرأة في أن تتساوى مع الرجل، ولكن أن تكون المساواة لا تتنافى مع طبائع الأشياء، أي بمعنى أن تناسب طبيعة المرأة وأنوثتها. لذا نجد أن المرأة عملت في مجالات مختلفة كالمجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وغيرها من المجالات، ولا ننسى المرأة العمانية ودورها في التنمية الوطنية، فنجد أنها عملت في المجال الصحي والتعليمي والإعلامي والسياسي وغيرها من المجالات المختلفة. لنحلق معا حول إنجازات تعانق السماء لنقترب من المرأة العمانية أكثر. ننتقل الآن إلى السؤال الثالث. أولا، تحدث عن إنجازات المرأة العمانية وما وصلت إليه الآن. في هذا السؤال يترك للطالب حرية الإجابة والتعبير بأسلوبه الخاص عن إنجازات المرأة العمانية. ثانيا، يحفل التاريخ العماني بشخصيات نسائية كان لها الدور في مسيرة عمان الحضارية، اذكر بعضا منها. عزيزي الطالب، ابحث واطلع ودون أهم شخصيات نسائية كان لها الدور في مسيرة عمان الحضارية. وفي الختام نقف مع عبارة إن الوطن لا يحلق من دون المرأة، من الخطاب السامي لحضرة جلالة السلطان قابوس رحمه الله. فالمرأة العمانية جزء لا يتجزأ من مسيرة البناء والعمل، فهي فخر الماضي وحداثة الحاضر وطموح المستقبل. هنيئا لنا بك، وهنيئا لك وطن يترقب نجاحك. عزيزي الطالب، لدينا واجب منزلي، لخص الدرس بأسلوبك الخاص محددا المشكلة والأسباب والحلول والآثار المترتبة عليها. وبهذا نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم، وفي أمان الله.